السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبة قسم التقنيات البتروكيميائية. في أولى محاضراتنا الفيديوية لمادة خصائص المنتجات النفطية. مادة خصائص المنتجات النفطية نشرت لكم أيضا السيلبس مفردات المنهج مالتها حتى تطلعون عليها وتعرفون شنو المفردات اللي راح نتناولها بالجانبين النظري والعملي. إن شاء الله كل أسبوع عندنا محاضرة، أنزل لكم إياها ورقية وأنزل لكم إياها فيديوية أيضا، وبعدين بالأسبوع اللي بعدها نسوي كويز. دائما هذا الكويز يكون من البداية لوين ما وصلنا. فأولى محاضراتنا اليوم على موضوع خصائص المنتجات النفطية. مثل ما تعرفون انه البترول هو كلمة لاتينية قديمة معناها زيت الصخر، وهذا السائل كان ينبع من بين الصخور، وتشير هذه الكلمة البترول الى النفط الخام او زيت النفط، الى الغازات التي توجد طبيعيا في حقول البترول، وإلى السوائل اللي تستخرج من آبار البترول، وكذلك المواد الصلبة اللي تكون ذائبة في البترول. البترول يتكون أساسا من الفحوم الهيدروجينية، هاي نقطة مهمة، ولكنه أيضا يحتوي على كميات مختلفة من مركبات تحتوي في تركيبها على الأكسجين والنيتروجين والكبريت، ويختلف البترول في الشكل والتركيب تبعا للمنطقة التي يستخرج منها، فقد يكون عبارة عن سائل عديم اللون، سهل التطاير، أو في حالة شبه جيلاتينية، أو في شكل صخر الإسفلت، أو قد يكون الزيت الخام أصفر أحمر بني أسود، لكن في الغالب يكون لونه أخضر محمر أو أسود مائل إلى الخضرة. من المعروف أن الفحوم الهيدروجينية مقبولة الرائحة، فتعزل الرائحة الكريهة أو غير مقبولة الرائحة العفو فتعزل الرائحة الكريهة الملحوظة في بعض الزيوت الخام إلى وجود مركبات كبريتية في تلك الخامات. أصل البترول، يعتقد العلماء أن النفط اللي نستخدمه اليوم تكون من ملايين السنين، لكن كيف هذا الشيء ما معروف. لكن من المعروف أنه يوجد في قيعان البحار والمحيطات، ويستقر الكثير منه الآن بعيدا عن سطح الأرض في المناطق البرية. فأكو نظريتين أساسية وضعت لتفسير تكون النفط الخام. النظرية الأولى هي النظرية المعدنية. هاي النظرية وضعت من قبل العالم مندليف، تشير إلى أن المركبات الهيدروكربونية اللي يتكون منها الخليط النفطي تتكون في باطن الأرض بفعل بخار الماء الساخن على كربيدات المعادن، فهذا يساعد حرارة باطن الأرض والعوامل المساعدة الأخرى على تكون النفط. أيد بعض العلماء هذه النظرية نتيجة إمكانية إنتاج غاز الميثان، وهو من المكونات الغازية الأساسية للبترول من تفاعل كربيد الألمنيوم مع الماء. فمثل ما تلاحظون هنا، هذا كربيد الألمنيوم، يعني يتكون من كربون وألمنيوم مع بخار الماء. شو يتكون عندي؟ هيدروكسيد الألمنيوم، هذا الـ OH هو هيدروكسيد، فهيدروكسيد الألمنيوم و CH4 هو غاز الميثان. هذه النظرية في نفس الوقت عارضها الكثير من العلماء بسبب عدم اكتشاف آثار لكربيدات الفلزات في مناطق استخراج النفط، بالإضافة إلى أن هذه النظرية لم تفسر كيفية تكون كل من النيتروجين والكبريت والأكسجين ضمن التركيب العام للبترول. النظرية الثانية هي النظرية العضوية. هاي النظرية معتمدة حاليا كتفسير علمي لأصل تكون البترول. هذه النظرية
تبنى على أساس إن البترول يتكون من النباتات الميتة ومن أجسام كائنات دقيقة لا حصر لها. يعني الكائنات الحية لما تموت وتنطمر في الأرض بعد ذلك تتحول إلى نفط. تضمنت هذه النظرية إن مثل هذه البقايا ذات الأصل الحيواني أو النباتي قد ترسبت في قيعان البحار القديمة، وترسبت فوقها المزيد من الصخور المحتوية على المواد العضوية نفسها التي تحملها الأنهار التي تصب في البحار، ولأن الطبقات القديمة قد دفنت تحت أعماق بعيدة فقد تحللت المواد العضوية بفعل الوزن والضغط، وهذا الضغط الهائل ولد حرارة، وبفعل الحرارة والضغط بالإضافة إلى النشاط الإشعاعي والتمثيل الكيميائي والبكتيري تحولت المواد العضوية إلى مكونات الهيدروجين والكربون واللي تتحول بالنهاية إلى بترول. أهم أصناف المركبات الموجودة في النفط الخام هي أولا الهيدروكربونات البرافينية (Paraffinic Hydrocarbons). هذه المركبات إلها صيغة عامة CnH2n+2، هاي الصيغة لكم تحفظوها. قد تكون سلاسلها خطية أو متفرعة، وقد تكون هذه المركبات غازية أو سائلة أو صلبة، ونقصد بالصلبة هي المواد الشمعية، فهذا اعتمادا على التركيب الكيميائي والوزن الجزيئي. هذا هو النوع اللي هو البرافينية. النوع الثاني الهيدروكربونات النفثينية، هاي المركبات لها صيغة عامة CnH2n مو بلس 2 H2n، هاي هيدروكربونات مشبعة إلها تراكيب حلقية تتألف من 5 إلى 7 ذرات كربون. النوع الثالث الهيدروكربونات الأروماتية Aromatic Hydrocarbons، هذه المركبات إلها صيغة عامة CnH2n-6، هاي المركبات إلها تراكيب سداسية الحلقة. النوع الرابع الهيدروكربونات المتعددة الحلقات Multi Cyclic Hydrocarbons، هاي المركبات تكون بهيئة نفثينيات أو مركبات أروماتية متعددة الحلقات. النوع الخامس هي المركبات الأوليفينية Olefinic Hydrocarbons، طبعا هاي لها صيغة عامة هي CnH2n، ويقع ضمن هذا الصنف المركبات الأحادية الآصرة المزدوجة والمركبات ثنائية الآصرة المزدوجة. ونظرا لفعالية هذا الصنف من المركبات فإنها توجد في البترول بتراكيز قليلة نسبيا، غير أنه يمكن تكوين كميات كبيرة منها بواسطة عمليات الحل الحراري أو الثيرمال كراكينج، وإن شاء الله راح ناخذها في المحاضرات القادمة. مركبات الكبريت اللي هي السلفر كومباوندز، هاي يوجد الكبريت في النفط الخام أما بشكل حر أو بشكل متحد بنسب قد تصل إلى 6% من المركبات المألوفة للكبريت في البترول هي كبريتيد الهيدروجين والثايوفينات والمركبتانات والكبريتيدات وغيرها. تصنف النفوط اللي تحتوي على أقل من 0.5%، يعني أقل من 0.5%، يعني أقل من 1%، 0.5%، هاي يسموها النفوط واطئة الكبريت. طبعا هذا النوع مرغوب جدا نظرا لكون مركبات الكبريت ثقيلة نسبيا، فتعرف النفوط الحاوية على نسبة عالية من المركبات الكبريت بالنفوط الثقيلة. عندنا أيضا المركبات الأكسجينية، الأكسجين موجود في البترول بشكل متحد وبشكل حر، بشكل متحد على هيئة مركبات مثل الكحولات، الفينولات، الراتنجات، الحوامض العضوية، وتوجد نسبة أعلى من هذه المركبات في النفوط الثقيلة قد تصل إلى حوالي 2% وزنا.
يعني نسبة وزنية. المركبات النيتروجينية هاي نسبتها، نسبة المركبات أقل من 0.1% وزنا، تشمل على البيريدينات الكوينولات والأندولات والبايرولات وغيرها. المركبات اللا عضوية inorganic compounds هذه مثل الأملاح، مثل ملح الطعام، هاي موجودة في كل أنواع النفوط ونسبتها تزيد عن 0.7% وزنا، ويجب إزالتها مثل مركبات الكبريت، مثل الطين، الرمل، هذني كلها تعتبر شوائب غير مرغوب فيها في النفط الخام. أخيرا النفط يحتوي على مركبات أخرى مثل عناصر الفناديوم، النيكل، اليورانيوم، الزرنيخ وغيرها. فلهنا تنتهي محاضرتنا لهذا الأسبوع. إن شاء الله بالأسبوع القادم راح يكون بيها امتحان. شكرا جزيلا.